شكلت السوشيال ميديا نسبة كبيرة في تفكك الأسرة العراقية. نعم. أنت تعرف أن في السابق الأسرة كانت بصراحة مليئة بالحنان، بالدفء، باللمة، بريحة أهلنا على قولتنا. نعم. الأب يتابع، الأم تتابع، المراهق نتابع طفل تربيته. اليوم مع الأسف السوشيال ميديا سوء توظيفها، سوء استخدامها، مع أنه فيها إيجابيات وفيها سلبيات، لكن لا توجد متابعة أسرية ولا متابعة مدرسية ولا متابعة جامعية في كيفية تنشئة الفرد ليصبح فعلا عضو نافع للمجتمع. أنت ترى اليوم أبسط شيء عندما الأسرة يعني تلم بصراحة، حتى وقت الطعام يجلس الهاتف معنا ونتحدث صح معه أكثر من والدنا. صح كلامك. اليوم صح أصبحت تتدخل بتربيتنا، اختيار ملبسنا، اختيار لمتنا. بدليل اليوم الضيف من يدق الباب على الأسرة العراقية يروح خطار على قولته، إن أول ما يطلب الرمز السري لهذا السوشيال ميديا بالبيت. صح كلامك. المسألة وين؟ احنا اليوم الإدمان الصحي والنفسي والجسدي والفكري أصبح يفكك العائلة لدرجة نسب الطلاق أصبحت أرقام مهولة سيدي. نعم. اليوم عدم متابعة من قبل الأهل.